هذا وقد ألقى معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية كلمة مملكة البحرين خلال انطلاق أعمال الجمعية العامة 47% للاتحاد البرلماني الدولي. وأشار رئيس مجلس النواب خلال كلمته إلى موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ بقيادة جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم القضية الفلسطينية. أن تحقيق الهدف 16 وكافة أهداف التنمية المستدامة 2030 لا يمكن تحقيقها بشكل كامل وشامل في العالم أجمع عموما وفي منطقة الشرق الأوسط خصوصا في ظل استمرار جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع صور الانتهاكات والقتل والتجويع والتشريد والعقاب الجماعي وتعريض حياة المدنيين الأبرياء والأطفال والنساء للخطر. فعن أي سلام نتحدث في مؤتمرنا اليوم وهناك انتهاكات مستمرة واستخدام للأسلحة المحرمة دوليا ضد الشعب الفلسطيني؟ وعن أي مؤسسات قوية وإدارة عاملة فعالة تعمل لصالح الجميع ولا تستثني أحدا؟ ونحن نرى الازدواجية في التعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني والانتهاك المتواصل للقانون الدولي الإنساني وأي عدالة ننشر؟ وفي كل يوم يتساقط الشهداء من الأبرياء الفلسطينيين في ظل إطلاق يد العنف والقتل من الجانب المعتدي. معالي الرئيس، ومن هنا فإننا نؤكد موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ الذي لا حياد عنه بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك بلاد المعظم حفظه الله ورعاه وجهوده ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وأهمية حماية كافة المدنيين ووقف التصعيد ورفع الحصار وتجنب العنف الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وتحقيق التهدئة والتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وفي هذا الصدد أود أن أشيد بموقف جمهورية أنغولا الصديقة الذي جاء في خطاب فخامة رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية مساء أمس والذي أكد فيه على دعمه الشامل لوضع حل سلمي سياسي للقضية الفلسطينية القائم على حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وإعطاء الشعب الفلسطيني كافة حقوقه وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. ختاماً نود أن نعرب عن رفضنا الكامل وبشكل قاطع تهجير شعب غزة الشقيق من أرضه وأرض أجداده، مؤكدين بأننا في مملكة البحرين نؤمن بأن السلام هو الخيار الاستراتيجي والسبيل الأوحد لتحقيق الأمن والاستقرار، وأن الحوار الحضاري والنهج السلمي يفتح الآفاق أمام مزيد من النماء والتقدم والازدهار للدول والشعوب في دول العالم كافة. لذلك فإننا كبرلمانات ممثلة للشعوب يجب أن نتكاتف ونعمل معا من أجل أن يعم السلام ويسود الأمن والاستقرار كافة الدول والمجتمعات، وآنذاك يمكننا أن نتحدث أكثر بكل موضوعية وشمولية عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ونوصلها كأمانة تاريخية وإنسانية للأجيال القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.